رمضان كريم. رمضان كريم. كل عام انت طيب. وانت طيب. فطور اليوم ثقلين ولا زايدين في الفطور؟ لا لا حبيبي حق المباراة. ممكن مكثرين في الفطور الجماعة. مكثرين فريد. فريد. ده بيكون في رهان. رهاني على لابا بس. بيحط الفريد وبيحط الهريس. خلص. تعال تعال تعال. تعال اخوي تعال. اللي يشوفه من بعيد حرام يدفع الافطار. مسيده هذا مسيده. يا سلام. اي نعم. اليوم يدفع الافطار داخل. السمعة داخل ما تسمع. والله. الجميل اللي تقدمونه حق الجمهور. والله كل شيء الحمد لله موفرينه. تبغى يدخل وهو مصحصح ومكيف. يا سلام. والله حتى كل شيء بصل عنده. كل شيء وصل لعنده. مدلع عنده يعني دورينا انتو. يستاهل جمهور. حبيبي يستاهل دورينا يستاهل. يا بي يا بي. خدمة جميلة في دورينا وفي مدرجات دورينا بالتحديد في دوري أدنك للمحترفين. حلوة عمانية. ومع القهوة العربية صحيح؟ هاي الخدمة الجماهير. أيوة هذه الحلوة العمانية الأصلية والقهوة العربية. أوي شوف بابكور بابكور كرك شاي كرك ديوز كل شيء موجود كل شيء موجود. تعال الملعب حبيبي. أنا في الملعب دومي. شرجاوي متفائلين اليوم؟ متفائلين نعم أول واحد متفائلين. رمضان فال خير عليك إن شاء الله على الجميع إن شاء الله. رمضان يجمعنا في المدرج إن شاء الله حبيبي. رمضان يجمعنا وين؟ المدرج. أقول لك الدوري في الجيب. الدوري في الجيب. إيه. يا تفوز. أنا يا من شارجة أفوز وأروح. إيه وصلت العدة وصلت العدة وصلت. أشوف شال صحونك. هي شوف وافر فيه. Join here. Yeah we love it. Sure. Yeah we go to every single Sharjah match. When do we win? Sure. We have been losing against the teams in the top, the last matches in the league, and now we have to win. Cosmin, let's go for it. قالك no chance, no chance. في الوسط فيه ثغرة في الوسط. ثغرة. الوسط مش ملموم. تبغى يكون ملموم. غرفة وصالة هي. يلا شوف. واحد يطلع بثلاث نقاط ان شاء الله انا اطلع ان شاء الله. مدرب تعبان. في مدرب ما يبغى يفوز والله اساله هو ما يبغى يفوز. لا انت ولا الوحده ولا الاسامي اللي عندنا على هالفرص. الاسامي وينهم؟ والوحده يسجل والله على هاللعب توقع كل شيء عادي. تعال شاد انهم شادين حيلهم شادين حيلهم ما يلعبون. ماشي لعب ماشي لعب والله ماشي لعب. اذا اليوم ما فزنا خلاص راح الدوري نفكر بالكاس. يعني بس. انت طلعت برا من هوسة الدوري؟ اكيد طلعت. والله اغلب جمهور الوحدة زعلان 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 على التعادل. كلنا زعلانين مش الجمهور بس. من المنافسة؟ لا وحدة وبعد ما زال. ما زال ما زال ما نطلع المنافسة. انتهى الموسم خلاص. بالنسبة لنا نحن منتهي من مباراة العين. واغلب جمهور الوحدة يقول اليوم نحن يمكن طلعنا من المنافسة. المنافسة بعدها في ارضية الملعب. ان شاء الله نحن قادرين ان نحن ننافس البطولة بعدها. والنتائج اذا انت باكر يمكن تخدمك النتائج يمكن الفرق تتعادل بقى. والله انا ما انظر للنتائج الثانيه انظر لانفسنا علينا احنا نخدم انفسنا. خدمتنا النتائج الثانيه اهلا وسهلا ما خدمتنا علينا احنا نقوم دورنا بالاول. متوتر شوف حط امال اني بتسحرني اليوم بوز عيناوي بنبوز برضيتنا بنولعها اليوم. شو العين شوف العين شوف العين والله مزاجي جونا رمضاني. خسارتنا اليوم شو فرق 8 نقاط خسارتهم 8 مواصل للاهلي للشباب الاهلي. سريع سريع شباب الاهلي سجل سريع سريع
شو اللي استوى؟ العب شو اللي صار؟ الاهلي هذا شو استوى؟ شو استوى؟ شو استوى؟ شو استوى؟ جول يمنى ايوه ايوه صداره الدوري العين حمراء اليوم العين حمراء العين حمراء جنون 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 كروي هني والله صداره بس صداره بس وام رعناوية تعالوا 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 شخصية البطل شخصية البطل من أول ما أنت دخلت سجلنا جول الأهلي خط أحمر حبيبي أنت خط أحمر يلا 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 بس نوثق اللحظات إيه؟ نرسلها على سناب حلو لحظات جميله حلو والفوز جاي سجلت الاول سودنا الاول ثاني. باقي ثاني دقائق وياي دقائق وياي بس لحظه ان شاء الله ثاني رايح الزعيم خلاص الضغط مرتفع باذن الله بيجي الثاني تعادل مباراه قويه تعبنا كثر ما نروح جمهور شباب الاهلي وجمهور العين خلينا نشوف هالهجمه يمكن جول 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 خذ لك 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 جول بيه الجول ان شاء الله بيه جمهور متعب لا تقول تسلل بعد الحين جول الله عليك يا ماجد ناصر تعادل زين بعده زين بعده الدوري في الملعب اللي بعده ليش شو تقول مبروك شباب الاهلي مبروك الدوري خلاص زعلان والله وايد زعلان ها فريقي تعبان ما شيء باصات ما شيء لعب افتقدنا العين اليوم للأسف وصل وضيع وصل متى آخر المباراة آخر 10 دقائق وين بداية المباراة absolutely but it was a beautiful game absolutely especially the second half التعادل هذا يعطينا طموح أكبر ونحيي من بعيد بعد هي من عمان حبيبي مبروك يلا استيب بي استيب كمان شو ها لا بعدنا وباقي الدور طويل باقي الدور طويل كابتن يوسف يعطيك الصحة والعافية لعبتوا قدمتوا مباراة كبيرة هل النقطة اليوم مكسب بالنسبة لفريق شباب الأهلي في ملعب العين؟ أول شيء غصبة تقول نشكر الجماهير اللي حضروا ونشكر المجهود الجبار اللي قدموه اللاعبين النقطة أكيد تفرق معنا لأن العين فريق منافس أنت وقفت فريق منافس في أرضه وهالشيء يفرق معنا 5 نقاط تفرق في الجولات الجاية عطاني مشمشة يكاف مشروبة يا محلى مشيت تمشي على دروبة مبني قصر ما فروش بل مبني قصر ما فروش بل دوري اتصل يقول لي يا تريا 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 يقول لي يا